ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كلكم بخير وفي سعادة. النهاردة هنعمل وصفة من اسهل وصفات المكرونة، وزي ما انتم شايفين المكرونة بالتونة وبالخضروات. وصفة جميلة ولذيذة وسهلة للناس اللي عايزة تعمل اكلة في ربع ساعة كلها ني في ني، ما عدا المكرونة طبعا هي اللي مسلوقة. مكوناتنا النهاردة عبارة عن مكرونة ودع، انا مختار الودع مخصوص عشان عامله زي الجراب كده، لما تيجي تقلبها مع المكونات تدخل المكونات جواها وتبقى اكنها مكرونه محشيه مكونات بتاعتنا. عندنا كمان تونه متصفيه من الزيت، فلفل الوان متقطع قطع صغيره، طماطم متقطعه مكعبات، بصل احمر، زيتون اسود حلقات او اخضر، ممكن نجيبه اخضر. الصوص بتاعنا بقى عبارة عن زيت زيتون، ثوم مفروم، ريحان فريش مفروم، مستردة، عصير ليمون، خل، كمان عندنا بهارات ملح وفلفل وكمون. اللي حابب طبعا يضيف شطة ممكن نضيفها، هتبقى برضو الأكلة كده سبايسي شوية. هنجيب بقى بولة صغيرة وهنخلط فيها كل المكونات دي ونقلبها مع بعض. وهنجيب المكرونة بتاعتنا نحطها في بولة كبيرة طبعا بعد ما صفيناها من المية بتاعتها. زي ما انتوا شايفين بقى نبتدي نضيف الخضروات بتاعتنا والتونة. اللي حابب طبعا يفتت التونة كده شوية عشان تمتزج بكل المكونات دي، واللي حابب يخليها قطع زي ما هي مفيش مشكلة، كل واحد طبعا حسب ذوقه وحسب ما يحب. هنضيف الصوص بعد كده ونقلب كله على بعضه. اللي عايز بقى يضيف اي نوع من انواع الجبن اللي يفضلها واللي يحبها ممكن، طبعا اكيد هتدي طعم احلى كمان. بس كده نقدمها. زي ما انتوا شفتوا طبعا اكلة سهلة وبسيطة وسريعة، خدتش اي وقت معانا واحنا بنعملها، اكلة صحية جدا، اكلة تنفع دايت كمان للناس اللي بيحبوا يعملوا دايت، اكلة لذيذة جدا في المحتويات بتاعتها. طبعا الاطفال بيحبوها جدا، هيحبوها جدا لما يتعملوها. بس كده دي كانت وصفتنا النهاردة، اتمنى انها تعجبكم، وأشوفكم دايما على خير وسعادة. دايما سلام.